عايز اعرف بس لوك الاشقر ده. والله بعمل دور دلوقتي يعني مش بمزاجي يعني. بعمل شخصية كده في مسلسل اسمه قيد عائلي بصور فيه دلوقتي، وعشان كده مرتبط باللوك كده يعني لغاية ما خلص بس ان شاء الله. والله طب كويس الحمد لله. لا ما انا عادي اصلا تقليدي شوية. الحمد لله الحمد لله كان دور مهم جدا بالنسبة لي، والحمد لله كان ردود افعاله كانت كويسة جدا، والحمد لله اتكرمت عليه كتير وخدت جوائز كتير جدا عليه، فسعيد طبعا جدا بتجربتي. لا يستاهل رحيم عمله. هو خاني اصله برضه خد بالك يعني، هو مش سالك قوي يعني. ايه هتكرر التجربه تاني مع ياسر جلال؟ اه طبعا، ياسر حبيبي واخويا وصديقي وعشره عمري. آه طبعا اكررها جدا معاه يعني. ياسر اصحابك في الوسط زي ياسر؟ صلاح عبد الله يعني حبيب قلبي، يعني حبيب قلبي يعني صلاح عبد الله ده يعني اخويا وصديقي والناس اللي انا يعني اقرب الناس ليا. ايه اكتر حاجه مجنونه عملتها مع ياسر وصلاح؟ صلاح كتير بصراحه. لا والله كنت بضايقه كتير بس. بس انا على فكره بصور مسلسل سوا هو دلوقتي اسمه قيد عائلي، فربنا يستر يعني. قيد عائلي هينزل امتى؟ يعني نص فبراير ان شاء الله. اه 2019. شكرا. والله مش متوقع حاجه خالص يعني، سايب على ربنا. كانت حلوه عند ناس وبش عند ناس. ايه بقى معاك؟ والله الحمد لله كانت كويسه، والحمد لله ربنا اكرمني. الحمد لله كانت نجاح بالنسبه لي كبير في 2018 من خلال مسلسل رحيم. الحمد لله الحمد لله. اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، سنه سعيده علينا يا رب كلنا، يا رب تبقى سنة خير علينا كلنا، ومصر يا رب تبقى في أحسن إن شاء الله. عايز أتكلم على دور